الكترونية صارت؟ مثل ما عم نحكي دائما، نحن ما عم نغير اطلاقا باي اجراءيات لها علاقه بالعمل المحاسبي لدى المكلفين. نحن عم نعطي ميزه اضافيه انه هالفواتير اللي هي لازم تتصدر بشكل طبيعي وتمنح للمستهلك انه تكون محمله برمز كيو ار، بيقدر المستهلك انه يتاكد من انه هالفاتوره هي تحملت على قاعده البيانات ورحلت لدى الاداره الضريبيه، وبنفس الوقت تبقى وثيقه عنده.